للحديث عن الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور عبد الله دحام نائب وزير الصحة اليمني. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. لماذا عادت المخاوف من انتشار الكوليرا إلى الواجهة، وما الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لتلافي هذه العودة؟ أهلا بك ومساء الخير عليكم وعلى مشاهدين قناتكم الكريمة. أهلا وسهلا. الحقيقة أن المخاوف التي نشعر بها ونعمل على تجاوز احتمالات وقوعها هي مرتبطة بالتغير المناخي الحاصل في بلادنا في هذه الفترة. كما يعلم الجميع بأن المناخ في اليمن هو مناخ موسمي، أي أن الأمطار تزداد في فصل الصيف أو من الربيع تبدأ وتتزايد في فصل الصيف وحتى الخريف من كل عام. ورغم أن الأمطار في الأصل نعمة ولله الحمد ونتمنى أن تكون بكميات مناسبة للأرض والإنسان، إلا أننا فيما يتعلق بموضوع الإسهالات المائية الحادة والكوليرا نخشى من أن تتسبب الأمطار كما حذرنا من ذلك في العام الماضي بتحول القمامة الصلبة إلى قمامة سائلة، وبالتالي تتشرب بها التربة وتتلوث بها المياه الجوفية التي هي المصدر الرئيسي لمياه الشرب في اليمن. دكتور، تصبح الاحتمالات عودة الإصابة بالإسهالات المائية الحادة والكوليرا من أهمها وأخطرها، أمر وارد مع حلول هذا الموسم وبالذات في شهر رمضان المبارك، لأنه يأتي هذا العام كما العام الماضي في موسم الأمطار الغزيرة. دكتور، هذا بالنسبة إلى الأسباب والمخاوف، ماذا عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت من قبل الجهات المختصة لتلافي هذه العودة؟ نحن عملنا خلال العام الماضي تقريبا بأكمله في ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول معالجة الحالات المشتبه بإصابتها، والاتجاه الثاني إجراءات وقائية تمنع انتشار ما كان حاصل في العام الماضي، والإجراءات الوقائية التي تمنع تكرار ظهور هذا الوباء مثل لا سمح الله هذا العام. وسرنا في هذه الاتجاهات الثلاثة، ومن الإجراءات التي اتخذناها أننا عملنا على تأمين توفير مياه آمنة ونظيفة للشرب في المناطق المشتبه تعرضها لفاشية جديدة، وبالتالي عملنا على كلورة المياه، عملنا على كلورة الآبار في المناطق التي نتوقع لا سمح الله أن تكون يعني محل اشتباه بالتلوث مرة أخرى، ونسعى أيضا لاستكمال بنى الإصحاح البيئي، لأننا في العام الماضي كنا نعاني أيضا من عدم كفاءة منظومة الصرف الصحي في البلاد، في كثير من مناطق البلاد، وسعينا خلال العام الماضي لتجاوز هذه الأزمات التي إن شاء الله ستحول بفضل الجهود التي تقدمها الحكومة والتعاون والدعم من الأشقاء والأصدقاء وخاصة في دول مجلس التعاون، لأن نتجاوز موسم الأمطار بأقل فرصة ممكنة لعودة ظهور هذا الوباء لا سمح الله. دكتور، المناطق المتوقع أن تكون محل اشتباه لانتشار مرض الكوليرا، ما هي داخل اليمن؟ هي نفس المحافظات تقريبا التي تكرر ظهور هذا الوباء، وأنا أفضل أن نبالغ في موضوع الكوليرا كثيرا، لأن الإسهالات المائية الحادة لها أسباب متعددة، والنسبة الغالبة من الإصابة في العام الماضي والعام الذي قبله هي كانت بالإسهالات المائية الحادة، وما ثبت إصابة إلا عدد لا يتجاوز مئات من الحالات ثبت إصابتها بالكوليرا، لكن نتعامل مع الإسهالات المائية الحادة على أنها كوليرا حتى يثبت العكس لأهمية الكوليرا ومخاطرها على حياة الإنسان. فالمحافظات التي كانت أكثر انتشارا أو تعرضا للإصابة في العام الماضي كانت تأتي في المقدمة منها أمانة العاصمة صنعاء. وأيضا الحديدة وكذلك تعز وكذلك إلى حد ما محافظة أبيان وتتأثر بها، لأن معظم الحالات في أبيان تنتقل إلى عدن، وبالتالي إمكانية انتقال العدوى إلى عدن
أمر وارد، لكن نحن لدينا تفاؤل هذا العام إن شاء الله ألا يتكرر ما حدث في العام الماضي، نعم نعم دكتور، الجهود التي بذلت والتي نعمل على استكمالها الآن في محاولات إيصال مياه نقية ونظيفة وآمنة للشرب إلى منازل المواطنين وأحيائهم. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور عبد الله دحام نائب وزير الصحة اليمنية.